تستند المعتقدات حول فوائد الأحجار النيزكية إلى طبيعة نشأتها ومصدرها المرتبط بالفضاء الخارجي والكواكب الأخرى. وترجع نشأة البعض من تلك الأحجار إلى ما يزيد على 4550 مليون سنة منذ نشأة المجرة والمجموعة الشمسية، حيث تظل تحوم في الفضاء الخارجي حتى تلتقطها الجاذبية الأرضية أو يتعارض مسارها مع مسار الأرض. أغلب الأحجار النيزكية تحترق في الغلاف الجوي ولا تصل إلى سطح الأرض، ومع ذلك نسبة كبيرة من الذي يصل منها إلى سطح الأرض لا يلاحظه أحد.